من ضمن الحاجات اللي انا كنت دايما كانوا عارفين انتمائي لمصر وانتمائي، كنت دايما بحب ان يتعمل الاجتماع سامسونج العالمية، تعقد الاجتماع الاقليمي لافريقيا والشرق الاوسط في بالقاهرة. كنت بحارب دايما ان كل الدول المتواجدة في الشرق الاوسط افريقيا تبقى موجودة هنا في القاهرة. ده برضو نوع من الاستثمار في مصر، استثمار دول السياحة. هيجوا هيبقوا عايزين يزوروا الآثار بتاعتنا والأهرامات، ويروحوا يزوروا أسوان زي ما تفضل مشكورا رئيس مجلس إدارة سامسونج، جاب طيارته الخاصة وجالي وأخذني هنا من مطار القاهرة، ونزلنا على الأقصر وأسوان ووريته بلدنا الجميلة ووريته إيه هي النوبة. هنا دي صفحة كاملة كتبت عن تاريخ حياتي، نجم الأسبوع اللي بتعمل في بيزنس اليوم عالم اليوم، وهنا برضو يعني بيتكلم فيها عن حياتي اللي من صغري ومن نوبيتي الجميلة لحد ما جاب تطرق لحياتي، وبعد كده تطرق لحياتي العملية. جريدة عالم اليوم بتاريخ 29 إبريل 2003. وطبعا انا ببقى سعيد جدا اللي بيبتدي حديثه حتى في حياتي، يعني هنا بيبتدي ان انا نوبي ومن قرى اسوان وكومومبو ونصر النوبه ولون الابانوس، دي حاجات كلها انا بتباهى بيها، حتى لما كنت في الخارج كنت بتباهى بحاجات زي كده. ودي هنا هو بتكلم بقى عن عالميا وداخليا في مصر محليا، بتكلم عن تطلعاتي وتطلعات المنطقه كلها يعني. وبرضه هنا ذاكر في تاريخ حياتي كلها، دي رئيس تحرير عماد اديب. اما لاحظ حضرتك في الموضوعات كلها بتتكلم عن التسويق وبتتكلم عن الاقتصاد، حضرتك قلت لنا في واحنا بندردش مع حضرتك ان انت واخد دراسات متميزه جدا وعلى اعلى مستوى في الاقتصاد والتسويق، فممكن نعرف او الدراسات دي كانت في معهد ايه؟ لا هل سهل ان احنا نوصل لها كشباب نوبي، ولا دي بتتطلب لازم يكون مستوى عالي جدا؟ اسهل ما يكون على فكره، في ان هو عندنا في مصر اللي عايز يتعلم سهل انه يتعلم. عندنا وكاله الاهرام بتعمل دراسات جميله جدا عن التسويق وعن علم النفس وعن السيلز، الجامعه الامريكيه نفس الحكايه، بس احنا بنتكلم بقى عن كده بتاخد فلوس كتير، لكن الاهرام بتاخد مبالغ قليله. في بعض برضه المراكز بتعمل تريننج في الحاجات اللي انت، انا ما كنتش، انا في يوم من الايام لقيت نفسي قاعد في وسط مجموعه من صحابي ولقيت نفسي بتكلم معاهم عن البيع والشراء كاني ببيع واشتري، فده اللي خلاني احس ان انا لقيت نفسي في المجال ده، وده اللي خلاني اسيب المقاولات واسيب الشغل بتاع المقاولات واخش في المجال ده لاني لقيت نفسي فيه. وكانت برضه خلاكم يعني، انا حصل في حياتي بعض الحاجات كده اللي تخليني ازاي الراجل ده يوصل لمرحله زي دي ويسيب ده ويخش في مرحله تانيه جديده ويبتدي منها من الصفر. عشان كده في حياتي في حاجات كتير جدا انا بدات فيها من الصفر والحمد لله نجحت فيها برضا ربي سبحانه وتعالى، ولاني بذلت فيها مجهود. دي هنا برضو بعض اللقطات ليا ومع شركة سامح طارق حسين ما شاء الله. هنا دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا بحبها، المدير المصري يكسب وابن النوبه يبهر الكوريين في ظل عشرات النماذج المصريه الناجحه. الخبر ده كان جاي من كوريا، لجريده الاخبار، من مراسل جريده الاخبار في كوريا. كان في تجمع للمديرين سامسونج على مستوى العالم كله، صح كده؟ صح صح، زي ما احنا فهمنا من الخبر. وكان مستر مسعد من احد المديرين الناجحين او بعنوان ذا بيست اوف ذا وورلد، افضل الشخصيات في سامسونج على مستوى العالم. وكرمه رئيس مجلس الاداره كوري ويقول هيركي ان النجاح يحتاج لطموح وتصميم، والمدير الناجح يجب ان يطور من نفسه ومن ادواته ويظل دائما في حاله تعلم. ويختتم هيركي قوله انه سعيد بهذه الرحله، انه استطاع ان يفيد بلده لجذب استثمار اجنبيه اليها. فاذا كنت انا سعيد بجذب الاستثمار لبلدنا وبفيد بلدي، فبرضه انا ببص ان انا الاولى ان انا افيد نوبيتي. عشان كده حضرتك دلوقتي بدات بدورات التسويق اللي معموله في نادي النوبه. طبعا، وبيعملوها الجامعه الامريكيه، يعني في شباب بروفيشنال بيجي يعملوها كمان. هي بس خلي بالك اللي بذل مجهود فيها الشاب الجميل اللي اسمه بكار، هو السبب في 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 تواجد الجامعه الامريكيه في 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 النادي النوبي العام، مع مجموعه العمل اللي بدات دلوقتي تحط ايديها
مع الجامعة الأمريكية عشان نقدر نعمل حاجة لا معلش، انا عايز اقف قدام الخبر ده شويه. الخبر بيقول اخبار النوبه ابريل 2004، اخبار بوسطن، مصعد هركي هكذا يكون الرجل عصاميا. يعني على عكس ما يقال وما يشاع ان مصعد هركي هبط على المجتمع النوبي بالباراشوت، خبر من 2004 نازل في اخبار النوبه بيتكلموا عن الاستاذ مصعد هركي. هو احنا مش عايزين نتطرق للناس بتقول ولا بتاع، لكن احنا بنقول الحمد لله كل واحد فينا بيبقى معروف على مستوى قريته. مثلا اسلام من دهميت، حضرتك من بهور، سعاده المستشار من امبركان، كل الناس بتبقى معروفه على مستوى القريه وعلى مستوى القرى المحيطه او اللي حواليها. بعد كده لو اخذ منصب معين بيتعرف على مستوى القرى كلها. فشيء طبيعي ان الناس ممكن تقول حاجه زي كده، لكن الحمد لله احنا متواجدين في النوبه من بدري. وعلى فكره اغلبيه الشباب اللي بيلعبوا كوره في مركز الشباب سيده زينب، كنت بروح قبل ما امسك النادي النوبه عام بثلاث اربع سنين وانا متواجد معاهم وبلعب معاهم كوره. دي بعض اللحظات. ممكن ناخد البوم تاني؟ اتفضل. دي هنا اهوت، دي اخويا واشتغل في سامسونج. ده هنا اكله يابانيه مع مستر، ده كان الراجل ده كان مدير الشرق الاوسط وافريقيا. طعمها حلو. ده كان بنسمع على الحاجات دي. ده كان مدير في دول الخليج، دول الجولف اريا كلها. وده هنا هو كنت في اليونان، وده وكيل سامسونج في اليونان. دي كلها شباب بندربهم، دول كانوا فريق العمل اللي كانوا معايا كلهم فلبين، دول بتوع الدعايه والاعلان. ويمكن ده من ضمن الاسباب اللي خلاني افتح برضه، لان عندي فكره حلوه جدا عن الدعايه والاعلان. هنا دي هنا صور في اندونيسيا، هنا دول في جده. دي هنا هو رحمه الله عليه وكيل سامسونج في السعوديه عم محمود مدبولي. وهنا دي الصوره دي في اندونيسيا مع دول مديرين سامسونج برضه معايا. ده هنا فريق كرة قدم، وانا كنت هنا دايما بحب العب كرة قدم سنة 91 لو تاخد بالك. هتلاقي انا كنت دايما بشجع كرة القدم حتى دلوقتي لحد دلوقتي. طب كويس قوي ان الموضوع الرياضة اتفتح. هل بماذا تنصح الشباب النوبي؟ في الرياضة. في الرياضة ده لازم كل واحد يكون ليه رياضة هوايته المفضلة، ولازم يبقى في مشاركة للرياضة. الرياضة هي انا عارف ان الشباب دلوقتي ابتدى ينجرف المخدرات والحاجات كتير قوي مش كويسة، فنفسنا الشباب النوبي كله يتجه للرياضة لمحاربة كل ما هو ضار الصحة. هو احنا بنتمنى حاجة زي كده، بس أهم حاجة يبقى عندهم برضو الملاعب وعندهم الأدوات اللي تساعدهم إن هم يستغلوا في عمل الرياضة. هنا ده حضرتك بتدخن؟ لا 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 الحمد لله ماليش في أي حاجة. هنا هو الدولة وكلاء سامسونج بعد ما جت القاهرة بدأوا يتواجدوا هنا اهوت، ويجوا كنت بعمل لهم أعداد اذا كان من دبي او اذا كان من قطر او اذا كان من الكويت، كله كان بيجي لي هنا اهوت، لان انا لي علاقات وطيده بيهم. ده هنا اهوت لما جيت هنا، ده مستر شان، وده مستر كيم، وده مستر لي، وده الاستاذ ماهر. دي بعض اللقطات بقى للذكريات الواحد دي. ده هنا مديرين العالم كلهم. الصورة دي قديمة شوية، هتلاقوني في شنب وشعر. سنة كام تقريبا؟ الصورة دي اتخذت سنة 90 أو 91، يعني من حوالي 16 17 سنة. ودول مديرين العالم، والوحيد اللي هتلاقيه فيهم مصري عربي نوبي هو مساعد. وده دكتور روشين اللي أنا قلت لكم عليه، اللي هو وزير الاتصالات حاليا. وده راس الأولى اللي هو جيب الطيارة هنا اهوت ولفينا في الأقصر. هنا في هنا اهوت في دول الخليج بقى، هتلاقي ده تكريم بعد انا ما سبت دول الخليج وجيت علينا، فاتعملت لي شويه حفلات كده اهوت. ودي بعض التكريمات اللي انا كرمت فيها دول الخليج قبل ما اجي على مصر.